السلام على رسول الله. امسنا امسنا مو كله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. نشوف غروب الشمس. طبعا الكاميرا بتجيب الشمس عندها هاله كبيره ان طبعا ما تقدرش تركز على الشمس، هو التصوير كده يعني. بجوار المأذنه المسجد اللي هو مسحور فيه، غروب الشمس هي المأذنه واضحه اهي، بنصور بزاويه الشمس عندها هاله كبيره، انما هي طبعا تقريبا الكاميرا ما بتقدرش تصور. هذا غروب الشمس في الجديدة شرقية جمهورية مصر العربية، في سحب منخفضة خفيفة عاملة طبعا حجب أشعة الشمس شوية. المهم متعة سبحان الله والحمد لله، كل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أما تفكروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولى الألباب، فلازم الإنسان يتفكر ويتدبر، والمتعة والسرور مع ملاحظة ما خلق الرحمن سبحانه وتعالى.